السلام عليكم. النهارده هعمل مراجعه لساعه ذكيه من لينفو، تصميمها شبيه بساعه ابل لكن سعرها رخيص جدا، تقريبا 25 دولار. فيها كتير من الخصائص زي قياس ضربات القلب وضغط الدم وغيرها كتير. خلينا نبدا بالانبوكسنج الاول. الساعه بيجي معاها كابل الشحن USB ودليل المستخدم. الشاشه بتاعت الساعه IPS مقاسها 240 في 240 ملي. الاطار من المعدن والبند من المطاط او السيليكون باللون الابيض. فيها فتحات للتهوية وحواف الفتحات باللون الاسود. في الوان تانية كتير متاحة ممكن تشوفها من الروابط الموجودة في وصف الفيديو. الخامات كويسة جدا، ومن اسفل الساعة في مكان الشحن. الشحن فيه مغناطيس وليه ناحية واحدة بيركب بيها، لو العكس مش هينفع. وفي كمان مستشعر قراءة معدلات ضربات القلب وضغط الدم. للأسف الشاشة مش تاتش، مفيهاش زراير للتحكم. الزرار الوحيد للساعة هو ده اللي في الهوم سكرين، وهو باللمس، ووظيفته التنقل بين القوائم. في تطبيقات بتشتغل لوحدها زي قياس ضربات القلب وضغط الدم. كل اللي عليك انك تقلب في القوائم لحد ما توصل لصفحة مثلا قياس ضربات القلب او ضغط الدم، وتسيب التطبيق وهو هيشتغل من نفسه. اول صفحة او الشاشة الرئيسية هي الوقت والتاريخ. تاني صفحة معلومات المشي، مشيت كم خطوة وحرقت كم سعرات حرارية. الصفحة اللي بعدها قياس معدل ضربات القلب، اول ما تدخل عليها هتلاحظ الاضاءة من اسفل نورت. نفس الحكاية مع قياس ضغط الدم. بعد كده صفحة معلومات النوم، المفروض يجيب لك وقت النوم الخفيف ووقت النوم العميق اللي انت نمته. بعد كده في مؤقت العد التنازلي، وده بتحدد وقته من التطبيق اللي بتنزله على التليفون، وبتشغلها من خلال الضغط لمدة 5 ثواني تقريبا على زرار الهوم. بعد كده في فايند ماي فون عشان تدور على تليفونك من خلال الساعة، وبرضو عن طريق الضغط لثواني. سبورت بتجيب لك المعلومات اللي بتحتاجها وانت بتجري زي الوقت وعدد الخطوات، السعرات الحرارية اللي بيتم حرقها، وكمان معدل ضربات القلب. اخيرا في زرار الباور برضو بالضغط لمدة 5 ثواني عشان الساعة تقفل، ونفس الطريقة عشان تفتح الساعة. التطبيق اسمه اتش باند، موجود على متجر جوجل وابل. بعد تنزيل التطبيق ممكن تسجل الدخول على طول بايميلك اللي على الجهاز، وبعدين تختار كليك تو كونكت ديفايس. هيقرا الساعة على طول، وطبعا لازم تكون مشغل الساعة. تختار الساعة من هنا عشان تربطها بالتطبيق. فوق هيبقى موجود المعلومات بتاعت وقت الرياضة وعدد الخطوات. تحتها في مؤشر بطارية الساعة، ولو ضغطت على مور هيفتح قائمة ممكن تدخل منها على معدل ضربات القلب او قياس ضغط الدم او الاعدادات. جوه الاعدادات تقدر تتحكم في اعدادات الاختراط، وممكن تحدد منها ايه الاختراط اللي عاوزها تجيلك على الساعة، زي المكالمات والرسائل اللي بتجيلك من الماسنجر، ويشات، واتساب، انستجرام، الايميلات وغيرها. تاني حاجة اعدادات المنبه، وفي اعدادات تحديد وقت تشغيل او وقف تشغيل الساعة. بعد كده في الهيرت ريت الارم، من خلالها تقدر تختار ان الساعة تديك تحذير لو ضربات القلب اتخطت حد معين. في اعدادات اقتران الجهاز، او انك تسجل معلومات ضغط الدم الخاصة بيك، او التحكم في الوقت اللي شاشة الساعة تفضل شغالة. مثلا ممكن تظبطها على 5 ثواني، 10 ثواني، 15، زي ما انت عايز. بعد كده في اعدادات التنقل بين الصفحات، ممكن تضيف او تلغي خاصية مثلا زي فايند فون، او انك تضيف ستوب واتش. بعد كده في التحكم في سطوع الشاشة. تيك فوتو، ممكن تتحكم في كاميرا التليفون من خلال الساعة بانك تاخد صور من خلال الضغط على زرار الهوم في الساعة. في كمان اعدادات المؤقت وعادة ضبط كلمة سر لحسابك. بعدين في اختيار شكل الساعة على الشاشة الرئيسية، في 4 اشكال زي ما انتم شايفين، الشكل الاول هو افضل واحد فيهم. بعد كده في الفيرموير ابديت، تقدر تنزل تحديثات للساعة لو متاحة، وكلير داتا عشان تمسح كل بيانات الساعة، واخيرا ديسكونكت لو عايز تلغي ربط الساعة بالتطبيق. لو رجعنا للشاشة الرئيسية هنلاقي باقي المعلومات تحت، زي معلومات النشاط الرياضي، النوم ومعدل ضربات القلب وضغط الدم وغيرها. في تحت ايقونة راننج فيها معلومات عن الجري برضو. بعد كده ماين فيها معلومات عن الحساب. تقدر تعمل الستيبس جول، انك تحط عدد معين من الخطوات كهدف ليك عشان تحققه، او انك تحدد وقت ساعات النوم اللي انت محتاجها كل يوم. تحتها تقدر تختار اليونت ميترينج وباقي المعلومات اللي هي اباوت اس وهيلب وغيرها. بطارية الساعة تقريبا 300 ملي امبير، تكفي في وضع الستاند باي لو ما بتستخدمش التطبيق كتير لمدة ممكن توصل ل 15 يوم. في حالة لو انت بتستخدم الساعة بشكل مستمر ممكن تقعد معاك من 3 ل 5 ايام. الساعة بشكل عام تعتبر جيدة، وخصوصا ان سعرها مش غالي جدا. تاني هسيب الروابط في وصف الفيديو اللي حابب يشتري الساعة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش لايك والاشتراك في القناة. شكرا على المشاهدة، اشوفكم في فيديو جديد.